الفين بقى اخش بقى على الفين. الفين بتاعت القلب الدم، لو حد سأل الدم بيجي من الأبر باك بتاع الدم، من ذراعي، من رقبتي، من راسي، يوصل ازاي القلب والعضلات الصغيره فيها كده. طب واحد سأل الثاني قال لي الدم بيوصل من رجليا من البطن معايا، يوصل ازاي للقلب؟ اقول له عن طريق الانفيرو هنا كده. طب الدم ازاي بقى، الدم ازاي بيوصل من القلب نفسه؟ يعني الدم اللي جاي من القلب نفسه يخش القلب ازاي؟ هل اللي عن طريق سوبيرو ولا عن طريق معظم الدم يروح عن طريق حاجه اسمها ايه؟ كورونري سينس. معظمه 90% من الدولار. في نسبه بسيطه معايا بتروح عن طريق فينات كده صغيره اسمها انتيرو كاردياك ايه؟ فين معايا. وفي حاجه كمان فينات صغيره قوي قوي ما نعرفش نرسمها، صغيره جدا اسمها ايه؟ مينيمال او مانيوت معايا كاردياك فين او فينا كورتيس مينس. يبقى دلوقتي معظم الدم اللي جاي من الهارت بيجي عن طريق مين؟ كورونري ساينس. كورونري ساينس سؤال مهم جدا، موجود فين؟ طوله قد ايه؟ ايه التريبيوتريز بتاعته؟ ها موجود فين؟ موجود ورا. ورا فين؟ في الكورونري جروف. في الكورونري جروف فين؟ موجود ورا في الكورونري ايه؟ جروف. طب ماشي ورا في الكورونري جروف ما بين ايه وايه؟ ما بين الليفت اتريوم والليفت فين. هو ماشي ناحيه اليمين ولا الشمال؟ اللي جاي من الشمال رايح اليمين. جاي من الشمال رايح ليه؟ هو رايح فين اساسا؟ رايح يفتح، خليك معايا مركز، رايح يفتح فين؟ رايح يفتح فين؟ خليك معايا اسمع، رايح يفتح فين؟ ها في الرايت اتريوم. ها معايا؟ يبقى موجود ورا ما بين ايه وايه؟ رد الليفت اتريوم ها والليفت فين. ماشي منين؟ ها من الشمال لليمين، من الليفت تو رايت. ها عشان يروح يفتح في مين؟ ها في الرايت ها اتريوم. راح يفتح في مين يا جماعه؟ في الرايت اتريوم. تمام. طوله قد ايه ورا؟ حوالي 3 سم. طوله حوالي قد ايه؟ 3 سم. ماشي ما بين مين ومين؟ ليفت اتريوم ها والليفت فنتري. ها ماشي ما بين ليفت اتريوم والليفت فنتري. طوله قد ايه؟ 3 سم. بيفتح في مين؟ الرايت اتريوم. من ناحيه الشمال اليمين ولا اليمين الشمال؟ من الشمال اليمين. رايح يفتح في الرايت من ورا، رايح يفتح في مين؟ ها في الرايت ايه؟ اتريوم. تمام. رايح يفتح في الرايت ايه؟ اتريوم من ورا. تمام. قال لي الكورونري ساينس ده يفوق فيه ايه بقى؟ اتريبيوتريز خمسه لازم احفظهم صح معايا. ايه؟ احفظهم ايه؟ احفظ اول حاجه اساليبهم. اول واحد فين بيصب فين قدام، وده اكبر حاجه. اكبر فين بيصب فين قدام ماشي في الانجيرو انتر فنتريكولار جروف مع الارتري اسمه ايه الفين ده؟ اسمه جريد كاردياك فين. اول واحد ماشي في الانتيرو انتر فنتريكولار جروف بيبان في العينه اللازقه في المؤذن جريد كاردياك فين. بص لابس كده اهو بيلف عليه في الورد الظهر يروح ورا يروح يصب فين من ناحيه اللف اسمه ايه؟ ها جريد كاردياك فين. ادي رقم اثنين في في ماشي ورا في الانتيرو انتر فنتريكولار جروف ها بيصب فيه اهو ناحيه رايح ناحيه الرايت شويه اسمه ايه الفين ده؟ اسمه الميدل ها كاردياك فين. معايا في ميدل ماشي فين ورا؟ ها في البوستيرو انتر فنتريكولار جروف مع مين؟ مع البوستيرو انتر فنتريكولار ارت. امال الفين كاردياك فين ماشي فين؟ ها في الانتيرو مع مين؟ مع الانتيرو انتر فنتريكولار ارت. تمام. قال لي كمان في فين بيصب فيه جاي كده من قدام رايح لورا اهو اسمه ايه الفين ده؟ قال لي اسمه سمول ها كاردياك فين. كاردياك فين ده بيمشي كده ماشي ماشي يلف لورا في البوستيرو بارت بتاع الكورونري جروف ماشي مع مين؟ ها اسمه كده ماشي مع انه ارتري. السمول كاردياك فين ماشي مع ارتري اسمه ايه؟ رايت كورونري. اقول لك بيمشي مع الرايت كورونري فين؟ في البوستيرو بارت بتاع الكورونري جروف ويروح يصب في الكورونري ساينس من ناحيه ايه؟ برضه من ناحيه الرايت. وبدايته خالص كده اوله خالص اسمه رايت مارجنال بي. رايت مارجنال بي. البدايه بتاعته ممكن اقول عليها رايت مارجنال. في ليفت مارجنال او في ليفت مارجنال بيصب في الجريد كارديو. بدايته السمول كارديو بدايته خالص ايه؟ ايه مش زي الرايت مارجنال. وفي ليفت مارجنال بي بيصب في مين؟ بيصب في الجريد كارديو. ممكن يقول الجريد كارديو مين؟ معايا ليفت مارجنال بي. تمام. معايا كده جريد كارديو فين؟ ماشي في الانتيرو انتر فنتريكولار جروف. ها صح صح معايا. ميدل كارديو فين؟ ماشي فين؟ في الانتيرو انتر فنتريكولار جروف. ها
طيب ايه كمان تحت؟ في فين اسمه ايه؟ سمول كارديال فين؟ السمول كارديال فين يا جماعه هناك ماشي فين؟ ماشي على المارجن، بدايته اسمها رايت مارجن، ويمشي ورا، يمشي ورا فين؟ في البوستيريور بارت بتاع ها تمام معايا البوستيريور بارت بتاع ايه؟ الرجلين اهو في النص معايا هناك بيصب فين؟ ايوه ها باين ها بيصب فين؟ ماشي فين؟ في البوستيريور بارت بتاع ماشي في البوستيريور بتاع جراند روت صحصحه معايا يا جماعه ها عشان يصب في الرايت سايد بتاع الكورنيش ها معايا ميدل كاردر ها صح صح اول واحد اسمه ايه بقى ميدل كاردر شايفين ماشي تمام ها والميدل كاردر فيه ايه ها وانت اهو سمول كاردر مين ماشي عند هو يعتبر ماشي الاول مارجن ويلف ماشي ورا في البوستيرو بارت بتاع الكورنيش جروب مع الرايت كورنيش معايا ادي ثلاثة كارت قال لي في اتنين فيه بقى من ورا اتنين من ورا واحد اسمه ايه؟ قال لي واحد اسمه بوستيريور بين بتاع الليفت بنت بوستيريور بين جاي من الليفت بنت فهو اسمه بوستيريور بين جاي منين؟ ها من الليفت جاي من الدايفراجماتيك سيرف وبيصب فين؟ في الكورونا سينس في نصه واحد ناحيه الشمال ده اهو اسمه ايه ناحيه الشمال ده؟ اسمه اوبليك ها فين اوف ليفت اتريال جاي من ايه؟ من الليفت اتريا من ورا ها ويصب في الكورونا سينس ناحيه ايه؟ ناحيه الليفت في اتنين من ورا اسمهم ايه بقى؟ ها احفظ اسمهم كده بوستير فين بتاع الليفت بنت هو جاي من الليفت بنت واحد اسمه ايه تاني؟ اوبليك فين بتاع الليفت اتريا هو جاي من الليفت ماشي اوبليك يعني ماشي اوبليك على الليفت ماشي اوبليك كده على ايه؟ على الليفت تمام؟ طيب قال لي ايه بقى كمان؟ ها بص معايا خليك سامع ومصحصح قال لي مش كل الدم بيروح من الهارت للكورونا في نسبه بسيطه بتروح عن طريق ايه؟ قال لي عن طريق فينات اسمها انتيرو كارديال فين. انتيرو كارديال فين دول عددهم كام؟ بين 2 ل 5 ممكن يبقى 3 ممكن يبقى 4 ممكن يبقى 2 مش مشكله. انا رسمت ثلاثه على الصبوره اهم ماشيين ها منين؟ جايين من الوول بتاع بره ماشيين على الرايت فين؟ ماشيين على الرايت ويروح يفتحوا فين؟ في الانتيرو وول بتاع الرايت فين؟ يفتحوا فين تاني؟ في الانتيريور وول بتاع الرايت هيب اسميهم ايه؟ اسميهم انتيريور كارديال فين. بيفتحوا هات في الانتيريور وول بتاع اسميهم ايه؟ انتيريور كارديال فين. دايما يجي سؤال فيهم ام سي كيو هجيب لك اسئله يوم الخميس هنقعد نحل اسئله مع بعض كده شويه يوم الخميس مع بعض فاهم؟ جايين منين؟ نعم من الوول بتاع الدماغ من الوول من الحيطان بتاع الدماغ ماشيين على الرايت فينتر على الرايت فينتر تمام ماشيين عليه ها يفتحوا فين في الانتيرور بتاع الرايت ايه اللي يقول لك هل دول تريبيوتريز دايما يجي لك السؤال ده خليك معايا ها دايما يجي السؤال ده هل دول تريبيوتريز في الكورونا ساينس يعني يجيب لك كده يقول لك كل دول سؤال ها كل دول تريبيوتريز في الكورونا ساينس يقول لك انتيرو كارديال فين ميدل كارديال فين حط لك نص انتيرو كارديال فين عشان ايه تتلخبط انتيرو كارديال فين وسمول كارديال انتيرو كارديال فين مش على الكورونا ساينس انتيرو كارديال فين جايين منين من الهارت يفتحوا في الانتيرور بتاع مين؟ بتاع الرايت اتريا مباشره عددهم كام؟ من 2 ل 5 ها فينات صغيره فينات صغيره ايه؟ ها في فينات اصغر منهم بقى اصغر حاجه ها معايا صغيره جدا ممكن يعني مش هنشوفها بعينينا صغيره قوي معايا حاجه صغيره قوي اسمها مانيوت او مينيمال كارديال او فينا بورتيس ميموس مش هرسمها بس حقيقه استحاله اي كتاب يكون رسمها ليه بقى لانها صغيره جدا ها حاجه صغيره قوي اسمها مينيمال او مانيوت ها كارديال فين دي جايه منين؟ جايه من الوول بتاعت الهارت فقط بتفتح فين؟ بتفتح في التو اتريا بس مين اللي فرق بتفتح في الليفر كمان طيب ايه تاني بقى عندي؟ ها في حاجه اسمها الليمفاتيك بتاعت الهارت ها والنيرف سبلاي بتاع المقص ها الليمفاتيك بتاعت الهارت معايا بتمشي في الاثنين ترام ها يعني بتمشي في الاثنين لينك في ليزر الكبار رايت وليفت الرايت ها من الاخر كده بيروح الحته دي والليفت بيروح الحته دي مش مهمه الليمفاتيك بتاعت الهارت قوي بس هقولها لك اهي على الرسمه محدش هيسالك فيها الرايت بتروح فين؟ ها الرايت بتروح فين؟ دي حاجه اسمها براكتوسيفاليك ليمون كامل براكتوسيفاليك والليفت بتروح فين؟ الليفت بتروح في الحته دي الليفت بتروح دي اسمها تراكيو برونكيال ليمفو طب النيرف سبلاي بتاع الهارت، النيرف سبلاي بتاع الهارت هي في اتنين بريكسس يمين جدا الناس تعرف اماكنهم، هو كده كومش في الكتاب ما شرحهمش. معايا انا هشرحهم لك كده بسرعه هو مش هيسالك فيه بصراحه مش مكتوب في الكتاب، هو يمين على فكره ويمين اماكنهم. في عندي حاجه اسمها سوبرفيشال كارديال بريكسس وحاجه اسمها ديب كارديال بريكسس. سوبرفيشال كارديال بريكسس مكانها فين؟ تحت الارجل تحت الجلوب الارجل
كارديو بلكسس مكانها فين؟ تحت معايا او عنده لاي فوكيشن او تراكيه. السوبرفيشال كارديو بلكسس مكانها فين؟ تحت الارش اوف الاورتو. الديب كارديو بلكسس مكانها فين؟ ايه بارت مكانها فين؟ الديب كارديو بلكسس عند الباي فوكيشن اوف ذا تراكيه قدام الباي فوكيشن مكانها طبعا دي مهمه سوبرفيشال ودي مستويات ركز معايا شويه بقى ركز معايا السوبرفيشال كارديو بلكسس اللي عاملها سمباثيك وورا سمباثيك وورا سمباثيك ودي اللي عاملها سمباثيك انا برضه بكلم نفسي يا جماعه تقول لي مش فاهم ركز معايا اللي انا بقوله كله ركز معايا السوبرفيشال عاملها سمباثيك وورا سمباثيك ودي عاملها سمباثيك وورا سمباثيك معايا كده السمباثيك جاي منين؟ جاي من السمباثيك تشين انا سامع اللون الاخضر دي. اما الديب جاي منين؟ جاي من اما اسف الباراسمباثيك جاي منين؟ جاي من الفيلز. الاثنين بلكسس الاثنين سواء سوبرفيشال او ديب فيهم سمباثيك وفيهم باراسمباثيك. السمباثيك جاي منين؟ من السمباثيك تشين والباراسمباثيك جاي منين؟ جاي من الفيلز. ها؟ الاثنين فيهم ايه؟ ها؟ سمباثيك وباراسمباثيك. السمباثيك جاي منين؟ من السمباثيك تشين والباراسمباثيك جاي منين؟ جاي من الفيلز. معايا؟ طيب السمباثيك تشين دي فيها كام جانجل؟ اقول لك فيها كتير. ها فيها ثلاثه سيرفايف، واحد اثنين ثلاثه سيرفايف. معايا؟ وفيها اول واحد ثوراسيك بيتحل مع اخر واحد سيرفايف. وفيها رقم اثنين وثلاثه واربعه ثوراسيك. في خمسه وفي كمان. ها؟ بس انا عايز اثنين وثلاثه واربعه ثوراسيك. انا عايز بقى خدت كام واحده ابص على الرسمه دي عايز الرسمه ده واحد اثنين ثلاثه سيرفايفل مش كده؟ اول واحده اول واحده ثوراسيك بتتحد مع مين؟ مع اخر واحده سيرفايفل عند الهيكو فيرست والاتر اسمها سبرين ها طيب بعد كده في اثنين وثلاثه واربعه صورة في خمسه بس انا عايز ثلاثه اربعه معايا انا خدت كام جنب دلوقتي؟ ها قال لي دلوقتي دول واحد دول سته طبعا دول على بعض واحد ها ودول سته معايا سته وسته معايا كده طيب ها دول سته جنجل ودول سته جنجل قال لي في من الجنجل ها معايا سته وسته دول 12 قال لي من ال 12 دول في برانش واحد بس بيروح يعمل السوبر برانش من ال 12 دول يعني هنا طالع واحد هنا اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته ونفس الكلام الناحيه الثانيه قال لي من ال 12 برانش يعني كل واحده من الجنجل دول طلعها برانش في من ال 12 دول البرانش ده هو بس ده هو رايح للسوبرفيشن سمباثيك بقيه البرانشات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كلهم رايحين اثنين معايا البرانش اللي رايح ها معايا يعمل السوبرفيشن اسمه ايه؟ هسميه ايه؟ اسمه كده سوبير هسميه ايه؟ رايح يعمل السوبرفيشن سمباثيك اسمه سوبير سيرفايكال كارديو برانش اوف بتاع الليف الليف سمباثيك تشين اسمه ايه بقى تاني؟ اسمه ايه؟ سوبيرو سرفايف انا كاتب لك في الحلقه ورا الرسومات ورا الرسومات اللي انتم معاكم ده هتلاقي مكتوب الكلام اسمه ايه البرانش رايح يعمل هاند سوبرفيشال اسمه ايه؟ سوبير سيرفايكال كارديو برانش اوف ذا ليفت سيمباثيتيك تشين طب في جنب هاند دول واحد بقيه البرانشات رايحه تعمل ايه؟ ها بقيه البرانشات اللي رايحه تعمل ايه؟ دي كام واحد برانش سيمباثيتيك عامل ايه؟ معايا تمام طيب قال لي ايه ده سن خلاص كلام عن سن مثلا بتتكلم عن بارا سن مثلا البارا سن مثلا جاي من ايه جاي من الفيتوس قال الفيتوس ماشي في النيك وماشي في السورس الفيجاس ماشي في النيك وماشي ايه؟ في السورس الفيجاس في يمين وفي شمال الشمال اهو ماشي في النيك ماشي كده لغايه كده في النيك ونزل في السورس ركز معايا شويه نزل في السورس الشمال وهو في السورس ادى البرانش ده عارف البرانش ده اسمه من الليف اسمه ايه ركز معايا شويه اسمه ليف ريكارن لارينجيال في رايت بس فوق في النيك انا عايز ليف ريكارن لارينجيال وده الرايت ايه؟ هات فين؟ قال الفيتاس هو في نيك يديني ترانشين ايه يروح يعملوا كارديا بسواء سوبرفيشال او هو في نيك واحد اثنين واحد يمين وشمال واحد اثنين واحد ها يديني ترانشين اثنين يعملوا ايه؟ الكارديا بريكس ها واحد اثنين هو في نيك طيب وهو في الصوركس بيدي برانش واحد في اليمين ها هو في الصور طالع منين؟ طالع من الرايت فيتاس
طب في الشمال طالع منين؟ طالع من ليفت ريكارنت لارينجيال هيرنيا. في اليمين طالع منين؟ وفي الشمال طالع منين؟ هما كام برانش دلوقتي هنقول عليهم كارديك من التو بي بلس كام واحد؟ كام واحد؟ قول ها؟ ستة هتقول ستة برانش ها؟ ادي واحد اثنين ثلاثة ها؟ أربعة خمسة ستة. من الستة دول في واحد بس رايح يعمل السوبرفيشن ده. هسميه ايه البرانش ده بقى؟ هسميه الستة؟ هسميه ها؟ انفيل سيرفايكال كارديك برانش اوف الليف بيتس. هسميه بقى واحد سيبوي واحد انفيل ها انفيلو سيرفايكال كارديال برانش بتاع الليفت ايه بيتس ها. يتبقى كم واحد ها من الستة؟ خمسة ها. اتنين في الشمال واحد سيبوي وسيرفايك واحد جاي من الليفت الكارد الصورة ها واحد جاي من الرايت ها. واتنين في الرق واتنين جايين من اليمين بس اليمين دول كلهم يعملوا يمين. يعني دي معموله من كام برانش سيمباثيتك؟ 11 وكام برانش بارا سيمباثيتك؟ 5. اما السوبرفيشال معموله من برانش واحد ايه؟ سيمباثيتك وبرانش واحد بارا سيمباثيتك. ايه السوبرفيشال بيعملوا ايه؟ طبعا البارا سيمباثيتك بيعمل ايه في الهارت بقى انت عارف؟ بيقلل الريش بيقلل الهارت ريش بيقلل الكونتراكتيفيتي معايا؟ بيزود الكونتراكتيفيتي يعمل سيمباثيتك بيعمل في الهارت بازو دايلاتيشن والبرودكت اوف سيمباثيتك بيعمل ايه؟ بازو دايلاتيشن. عارف كده سيمباثيتك بازو دايلاتيشن كنترول ايه؟ هارت. تعالى طبعا نرمي صبايا من الهارت ده بيسرع الهارت ريت عشان بيعلي الهارت ريت ان الهارت شغال باي اتس اون ريت. الهارت شغال باي اتس اون ايه؟ تمام؟ اتفضل. نيجي بعد كده لا خلاص الحته دي نرمي صبايا. في بقى حاجات احنا سيبناها يعني مثلا ايه؟ حاجات بصراحه مش مهمه قوي. انتر انتر سيمبتوم انتر انتر سيمبتوم ده موجود ما بين ايه؟ ما بين التو ايديا عامل كده اتجاهه ايه؟ هيقول لي تو زباوت اتجاهه فورورد تو ذا ليفت ها زاويه 45 درجه زاويه 45 درجه مع 100 جنيه انتر انتر سيمبتوم عامل كده نعم؟ لا السيمبتوم السيمبتوم ده هيبقى عباره عن فايبر زي ما يكون فايبر فايبر مش مصري ايه انت جيت نزلت يا جماعه اعمل كده بصوا معايا موجود كده طيب بيبقى في فوسا اوفالس ها وفي حاجه اسمها ايه؟ اليونيت فوسا اوفالس من ناحيه الرايت واليونيت فوسا من ناحيه الليفت معايا وهو بالنسبه للرايت اتيام يعتبر وزاليف وجوستيرو بالنسبه للرايت اتيام بالنسبه للليفت اتيام بتبدا من الناحيه دي كده يعتبر ها تو لو انت عملت دي كده ده الليفت اهو يعتبر بالنسبه للليفت اتيام ها تو زرايت وانتيريور يساويه تحت بنفس المنظر ها انتر ها فنتريكولار سيمبتوم انتر فنتريكولار سيمبتوم زيه بالظبط خليك معايا انت سيم تريم بس الانتر فنتريكولار سيمبتوم بقى بلجن شويه بلجن شويه ناحيه الرايت يعني ايه بلجن شويه؟ يعني مريح شويه ناحيه الرايت عشان كده بيخلي الرايت فنت من جوه شكله كريسنتريك اما ليفت فنت من جوه شكله ايه؟ سيركولار معايا ها عشان كده ها بقول هو بلجن شويه بلجن بلجن يعني داخل شويه في الرايت تمام؟ طيب ها الانتر فنتريكولار سيمبتوم ها انتر فنتريكولار سيمبتوم معايا ممتد منين لفين؟ ممتد على فكره ها ممتد من عند الانتيرو انتر فنتريكولار روف للبوستيرو يعني هو الانتر فنتريكولار سيمبتوم في الهارت فين؟ ممتد من هنا لغايه هنا البوستيرو انتر فنتريكولار روف اهو والانتيرو انتر فنتريكولار روف اهو ممتد من البوستيرو لغايه الايه؟ الانتيرو والانتر فنتريكولار في حته تيجي فيه كومبليت ها يقول لك هو معمول من ايه؟ من الفطر كده اللور لارج بارت ماسك شوف انا الرسمه دي انا رسمتها في التو مينتري الحصه اللي فاتت ده الليفت وده الرايت ها مرسومه حتى عندك مرسومه عندك في التو مينتري ها ده اللي هو في ده الليفت راسمها على الليفت مينتري ده الانتر فنتريكولار سيمبتوم اللور بارت بتاعه اللور بارت بتاعه ماسك ماسك اللور بارت بتاعه ها ماسك اللور لارج بارت اما الابر بارت بتاعه ايه؟ في حاجه اسمها الكوندكتنج سيستم ما تضيعش فيها وقت ما تضيعش فيها وقت في الكتاب الكليه ها هي عباره عن ايه؟ محدش يسالك فيها لو سالك فيها في السيليون مكانها فين؟ في الرايت اتنا جنب السيليون فيها كده جنب الكريسه في الدنيا في حاجه اسمها الايبيوم موجوده فين؟ ها عند الانتر اتنا سيستم معايا جنب الكوره في حاجه اسمها يعني بص في حاجه اسمها كذا في حاجه اسمها ايدي بامبل ايدي بامبل دي نازله في الانتر في الريكولار سيمبتوم بتتقسم رايت برانش وليفت برانش الرايت برانش بتاعها ده بيمشي في الكام بتاع الريت عشان كده بيمشي جوه الريت
اما النكت برانش بتاعها بيمشي في الهول بتاع النكت دول بيخلصوا حاجه اسمها بنتينجي فايبر. بيخلصوا حاجه اسمها ايه؟ بس انا عارف دول ايه؟ الاس يموت في ايه؟ والاي بيموت في ايه؟ انتر فنتريكولار باند اللي ماشي كده. معاك الكلام ده؟ ما تضيعش فيها كتاب الكليه بقى فيها كلام كتير ما تضيعش فيها وقت. ما تقراهاش. اس يموت مكانها فين؟ اي بيموت مكانها فين؟ ما تقعدش تحفظ الكلام في كتاب الكليه. برسمه او على رسمه كده بس. انا رسمت لك الرسمه دي عندي. اس يموت مكانها فين؟ الرسمه في الاول خالص هتلاقيها مرسومه عندك مع بعض. اس يموت مكانها فين؟ انتوا رسمه ولا لا؟ صح يا جماعه. اي اي
الفايبرس بالكارديان هو طرف ها كونيكال ان شيب اهو عكس الهارت. الايبكس بتاعته فوق والبيس بتاعته تحت. خلي بالك الهارت الايبكس تحت والبيس فوق. لا هو الايبكس فوق والبيس تحت تمام. الايبكس بتاعته هيقول لي في الكتاب انها ترانكيت دراما. مش مهم الترانكيت دي مهم خارج ترانكيت يعني بس طالع من عندها حاجات. ترانكيت اي حاجه اسمها ترانك هتتقسم. كلمه ترانك يعني ايه تتقسم؟ يعني ايه تتقسم؟ يعني هتطلع من عندها حاجات. ايه الحاجات اللي تطلع من عند الايبكس؟ في ارت رايح هو كده اهو ناحيه الشمال، في ارت رايح ناحيه اليمين، في فين اللي هو مين دول الثلاثه دول؟ عارف مين طالعين من عند اليمين مين مين؟ اللي هو البالونه ترامب قسمني الشرطه وسبيرو كده تمام؟ معايا كده؟ ادي ايه؟ ادي الايبكس. طب البيس بتاعت البريكارديوم موجوده ايه؟ بص على السبوره معايا، البيس بتاعته موجوده عند الجامع حته في الدياجرام كده اسمها سنترال تندون. سنترال تندون دي اللي شايله البريكار. سنترال تندون يعني ايه؟ منتصف الدياجرام. سنترال تندون ده منتصف الدياجرام. سنترال تندون ده بيخترقوا حاجه اهو اهي بيخترقوا حاجه تروح داخله جوه البريكار. حاجه اول ما تخترق الدياجرام تروح داخله البريكار على طول. عشان كده ده اقصر فيزيتس في الصوره. ليه بقى؟ بص الفيزيت ده بيجي دايما سؤال في الام سي كيو. اقصر فيزيت ليه؟ اخترق الدياجرام لقى البريكار على طول راح داخل فيه. مشي المسافه بتاعته كلها عشان يوصل الارض. كل المسافه اللي وصلها عشان يوصل الارض نص انش. مين ده؟ انفيريور فينال انفيريور هاند فينال نيرف. ده البيس بتاعه موجود فين؟ ها وبيخترق مين؟ ها تمام. ادي الايبكس وادي البيس. ها الايبكس والبيس. ها بريكارديا يا اولاد دي ايه بقى؟ ها ايبكس خليك معايا لو سمحت ركز. ها ايبكس ها والبيس الفايبرس تمام؟ ليه كمان؟ اوصفوا لي اكتر اوصفوا لي او سبولا اكتر. ها بايه كمان؟ قال لي انتيرو سيرفيس وبوستيرو سيرفيس. ها معاه بطول افراد سيرفيس. طيب انتيرو سيرفيس بتاعته ريليتد بايه؟ اقول لك بص لي على الرسمه دي. ما تيجي نرسم استرنم كده اهو وادي فيرتبرا ورا كده اهي. ادي فيرتبرا ادي فيرتبرا اهو وادي اهو دي البلورا واللومبر. ادي البلورا ها واللومبر نرسمهم بالرسمه دي. ادي دي البلورا واللومبر. البريكارديال هنا ها من بره فايبرس ومن جوه ها سيرس بريكارديال طبقه بارايتال وطبقه فيسرال. ادي البريكارديال اهو تمام. قال البريكارديال بص معايا لو سمحت على السبوره كده ها قدامه ايه؟ قدامه الاسترنم وعلى الجنبين هنا كوستال كارتج. ها انهي حته في الاسترنم؟ البودي. وقالوا كوستال كارتج من كام لكام؟ من 2 ل 6 ها تاني ها قدامه ايه؟ ستيرنوم. انا حته في الستيرنوم انا حته في الستيرنوم ها بودي. وقالي حته في الكوهان كوستال كارتج من كام لكام؟ من 2 ل 6 يبقى عند البودي من 2 ل 6 قدامه. طب سيبريتد عن الستيرنوم بايه؟ سيبريتد عن الستيرنوم بايه؟ ركز كده شويه معايا بايه؟ ها انتيرو بوردر ها بتاع اللانجو ها معايا انديرو بورد طبعا طول امر وطول اللور. قال لي بس في حته في حته ما فيهاش لانج ولا بلورا. عارفها ولا لا؟ في حته كده في الليفت سايد في الليفت سايد ها ما فيهاش ها لا لانج. يعني ايه اخش كده الاقي في الكارت ما فيش ايه في الليفت كده الاقي دي ليفت اهي كده يا جماعه مثلا اهي اخش كده ما الاقيش لانج ولا بلورا. اهو اللانج والبلورا ده مش لانج. اخش كده ممكن اخش كده ها الحته دي من كام لكام؟ من 4 ل 6. فاكر الحته دي اسمها ايه؟ كارديان دوش. عشان كده ممكن ندخل فيها ابره. طب قال لك سؤال بقى سؤال كده عايز واحد فاهم. يقول لك لو انت مدخل ابره من عند ها من جنب الاسترنوم في السبيس مثلا رقم 5 هتخترق ايه من بره لجوه؟ سكين انا حتى كنت حد يبقى كده صح. سكين فاشل بكتوراليس مين؟ حد يبقى كده صح. طب بعد كده قلت ايه؟ ما تفكرش الاستيرنال انتركوستال غلط. الاستيرنال انتركوستال من برين حافظ
سبيد انترنال انتربوستال ماشي انترنال انتربوست ماك بعد كده مالين ماك وهقول انتربوست بعد كده معايا كان سؤال بالورا او ايه او بالكارد مش هخش على الديسك شايف واحد لو انا فاهم اتفضل نعم ده كان البريكارد الثاني هخش لما تيجي صحاب هخش كده ليه هخش على ايه لو انت داخل تخش في حاجه في البريكارد في نفس الفكره بتاع البلورا يعني هقول لك عليه ماشي ها معايا كده لو انا دلوقتي ها واحد قال لي هختار ايه هنا انما طبعا في الجنب هنا هختار ايه سكين وفاشيا واقول له ايه اكسترنال انتركوستال انترنال انتركوستال انر موست انتركوستال انر موست من هنا انر موست طب لورا انر موست ها ماشي عنده ثوراسيك فاشيا وبعد كده ايه بارينتال تمام ها تمام معايا يا جماعه ده معايا شويه يبقى انا عارف دلوقتي قدام البريكارد ايه قدامه ها استرنا من كام لكام استرنا من كام لكام بوجي ها معاك بص الفرق من 2 ل 6 وسيبريت عن الكلام ده بلورا ولاند بس في حته ما فيهاش بلورا ولاند احنا اتفقنا الكارد يا توش ما تنساش بقى في ليجامنتين في ليجامنتين ها معايا شايفين البريكارد ان هو واحد هنا اهو واحد اهو واحد فوق واحد تحت كبير وانفيرو ستيرنو بريكارديا ليك واحد في الابر بارت بتاع البودي واحد في اللور بارت بتاع البودي كبير وانفيرو ستيرنو بريكارديا ايه؟ ليك عارف مين اللي شايل الهارت؟ مين اللي شايل الهارت في مكانه؟ مين اللي خد الهارت في مكانه؟ مين الهارت ما بيقعش؟ مين قال ما بيقعش في مكانه؟ لا فاهم اول حاجه سنترال تيم واللي جامدين دول والبلاد بريزنت بتاعهم ثلاث حاجات ايه اللي شايل البريكارديا او شايل الهارت في مكانه؟ ثلاث حاجات الدايفرام تحت الدايفرام واحد ثاني حاجه كبير وانفيرو ستيرنو بريكارديا دي كمان ثالث حاجه البلاد بريزنت مين اللي شايل الهارت؟ ليه الواحد قلبه ما بيوقعش؟ قلبه ما بيوقعش منكم؟ ها؟ ليه الواحد قلبه ما بيوقعش؟ ها؟ الدافئ سنترالين ها؟ رقم اثنين سوبيرو انفيرو ستيرنو بريكارديا ليجامنت رقم ثلاثه البلاد فيزل رقم ثلاثه ايه؟ البلاد فيزل ها؟ الاسئله دي ممكن تيجي هنا كده معايا لو حبيت احور لك في الاسئله مين اللي عامل سبورت للبريكارديا؟ ها؟ بتدخل الابره بتخترق ايه؟ بتدخل الابره بتخترق ايه؟ هدور لك على الاسئله شوف انا بقول لك هجيب لك الاسئله دي هجيب الاسئله دي والخميس ماشي حضرتك جنب جنب التخصص اللي تسمع بعد خمس جنب الاسترنا جنب الاسترنا على طول اه سيبك اهي يا عم انا بقى اعمل مشوار معلش انا بوريك العقد جنب الاسترنا ماشي خلاص هدخل ابره بس من تسعه بعد خمسه جنب الاسترنا عرفت كده قدام البريكارديا مين؟ ها؟ قدام البريكارديا مين؟ قدامه ها؟ خلاص سؤال قدام البريكارديا مين؟ ورا البريكارديا ايه بقى وراه؟ ها؟ وراه قلنا قدام قلنا الايبكس فوق والبيس تحت وراه ايه؟ وراه ها؟ طبعا اللي هو الاوسوفيجاس والسند ثوراسيك اورطة والميدل فور ثوراسيك الميدل فور من كام لكام؟ ها؟ من خمسه لثمانيه في ممكن الاقي وراه البروكاي برضه ممكن الاقي ايه؟ هنا هو حتى بشوف عامل على الكوستا بلاقي ان هو التراكيه بتخلص ان هو التراكيه بتخلص ويبتدي مين؟ يبتدي الاثنين برونكس. التراكيه بتخلص ويبتدي مين يا جماعه؟ بيبتدي الاثنين ها برونكس. معايا؟ ها اقول ممكن اقول وراه برضه الاثنين برونكس تمام. على الجنبين بتوع البريكارديا ايه بقى؟ على اليمين والشمال قلنا ايه؟ بيكس فوق قلنا بيس تحت ها قدام وراه على الجنبين بلورا طبعا بلورا ميديا ستايلرز ميديا ستايلر سيرفيس بتاعت البلورا وميديا ستايلر سيرفيس بتاعت ايه يا عمر؟ اللمب حط نيرف ان هو بتاع عمر تعالى اقول لك نيرف ان هو وان هو الارض نيرف وارض مين؟ نيرف مين الارض فين؟ مين اللي ماشي معاك؟ انت نزلت شويه ده ايه؟ مين ده صح؟ فرينك نيرف مين اللي ماشي معاه؟ ما حدش لسه قال بيريكارديو فرينك بيريكارديو فرينك فيزنس ماشي مع الفريق دايما احفظها لي لو سمحت اما يقول لك مين اللي ماشي مع الفريق بريكارديو فريق فيزنس
بيريكارديو فريني اللي هم اطول فيزل في الصورس بيريكارديو ايه فريني يبقى ايه بص على الرسمه دي كده لاترال ايه للبريكارديا ولاترال ايه عرفت لاترال ايه معايا دي الساينا اللي هو بتاع الامر عربي بدي سينا ستة عشرة والله ها ايه فريني كام ها وايه ها وبريكارديو فريني بزيز معاك بريكارديو فريني ما تنساش ارجوك البريكا ماشي مع الفريني على طول يعني الرسمه دي هيك بتفتح لصفحه الرسمه بتاع الدين لو سمحت هي فريني ولا تعالى ارسم لك الفريني من غير ما ارسم البريكارديو فريني شوف الرسمه بتاعتها مرسومه ولا لا ها شوف الرسمه بتاعتها صفحه كام 35 اهي الفرينك معاه البريكارديو ايه فرينك ها نعم ماشي ازاي الفرينك ماشي على الجنبين جاي من الرقبه من 3 4 5 او نازل كده نازل بيه شمال بيعمل امبريشن على الرايت بطن والليفت بطن وده فاكر وماشي مع الرايت ليك لابينا والليفت بين مع الطرفين معناها على طول لازم اقول معاها على طول الفرينك ماشي لازم معاه جاي من الثانيه الصراحه ماشي ورا ماشي معاه جنبه ماشي مش هيك وراه لا ماشي جنبه لقيت فريك على جنبه على طول بريكارد ماشي تمام ادي ايه ادي الفايبرس بريكارد سيرس بريكارد ده هو بقى سيرس بريكارد عباره عن ايه يا جماعه طبقتين اتنين طبقه فايكر طبقه فايكر لازقه على مين الطبقه الفايكر لازقه على الفايبرس طبقه فايكر لازقه على مين لازقه على الفايبرس ماشي وطبقه فيسترا دي دايما بتسالك اسمها ايه الفيسترا اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ها اي بي معايا؟ ها الفيسترا اللي هي اسمها ايه؟ ها اسمها اي بي كارد البرايتا اللي هي مالها؟ لازقه على الفايبرس لازقه على الفايبرس معايا؟ اما الفيسترا اللي هي اسمها يا اولاد بيسالك السؤال ده السؤال اهو انا بقول له السؤال هيجي هنا في الحته دي يجي الاكل كومبليت ها الفيسترا اللي هي اسمها ايه؟ اسمها اي بي كارد الفيسترا اللي هي بتاعت البريكارد اسمها اي بي كارد الفيسترا اللي هي اسمها اي بي كارد تمام؟ طيب قال لي ايه؟ قال لي الاثنين الفيسترا وبرايتر بيبقوا الفيسترا اللي بتعمل ريفليكشن تبقى برايتر نفس الفكره بتاعت البلور فاكر البلوره كانت ريفليكشن معايا ريفليكشن عشان تبقى برايتر فين البلوره؟ عند الايلم والبالون ريليت هنا الريفليكشن يعتبر عند البيز بتاعت الهارت فوق وعند الروت بتاع الجرين فيزكس عند الروت يعني الروت بتاع الجرين فيزكس يعني الجرين فيزكس البلبونري والاورترا والحاجات اللي فوق دي الريفليكشن من الفيسترا والبرايتر عند البيز من فوق من الهارت البيز بتاعت الهارت فوق ها عند الابر بارت بتاع الهارت او البيز بتاعته وعند الروت بتاعت الايه؟ الجرين تمام؟ الفيسترا اللي هي دي بيكارديا بتحوط الهارت وبتحوط الجريد فيزل اللي حوالين الهارت بتحوطهم بقى قبل ما تعمل ريفليكشن بتاخد المنظر ده بص معايا شوف الرسمه اللي انا هرسمها لك دي لو احنا رسمنا كده في الهارت بص معايا ده الهارت منظر بوستيريو دي ده الهارت انا باصص من ورا باصص على الايتريم زي رايت رايت ايتريم وزي دي واروح راسم من اهو ده كده اهي هو ده سوبيرو بينا كده ده سوبيرو بينا كده ها وتحت هنا ده انفيريو بينا كده وهنا ليفت ايتريم تو رايت وتو ليفت بازمونري وهنا ليفت اورنجل وهنا اول انفجام ده السندي في الاورطه وده بازمونري ادي المنظر ده وده سوبيرو في ده سوبيرو في نفافه ده انفيريو بالونه اليمين اربعه ده السندي اورطه ها وده بالونه اليمين بص معايا بقى في الرسمه دي بص معايا لو سمحت بص معايا في الرسمه دي هنا معايا بيقول لي الفيسترال بريكارديا قبل ما يعمل ريفليكشن ها هو ما لازم اهرب بيحوط ها في الفيزلز اللي طالعه من الهارت او داخله في الهارت الكبيره دي الفيزل الكبيره اللي انا راسمهم دول بيحوط دول كده بيحوط لي دول دول مين؟ ان اسندنج اورطا ها وبالمونري ترامب حوط لي دول بسرا ها وهنا هو ده هيحوط لي دول يروح يحوط لي دول
يروح يحوط ايده اهو اهو، يروح يحوط ده كده وده كده بالمنظر ده اهو. اللي انت شايفه ده معايا اسمها شيس، يعني الفيسترال بريكارديوم بيلبس البلاد فيزل شيس. كام شيس كان في اسمه؟ معايا امبل شيس للارتري وشيس للفينا سايت. شيس ها ناحيه الارتري، مين الارتري؟ ها اهو ده بيسموه اللي قدام ده ها شيس، ها شكله تيوبيولر، تيوبيولر شيس. تيوبيولر شيس يعني مين؟ تيوبيولر شيس ده حوالي مين ومين؟ ها حوالي الارض، مين الارض؟ مين الارض؟ ها السندك اورطه ها وبالونات راب. وشيس حوالين البنات، مين البنات؟ سوبيرو فينا كافا، سوبيرو فينا كافا والفور بالون اليمين بيساووا الشيس اللي تحت ده. هو مش شيء قوي يعني، بس نقول عليه ممكن، ممكن يبقى على على تي شويه، ممكن نقول عليه جي شيب، جي شيب ها شيس. يعني عندي كده اهو ها ده تيوبيولا شيس ها وده جي شيب شيس. المنظر هو المنظر ده كده اللي انت شايفه ده، ده المنظر الشيس اللي محوطه البلاد فيزل. يعني البلاد فيزل دي ها معايا بتحوط ها، او الفيسترال بريكارسوري بيحوط البلاد فيزلز معايا قبل ما تعمل ريفليكشن، بيحوط البلاد فيزلز يعمل لي اثنين شيس، واحد اسمه ايه؟ انت شايف معايا ها تيوبيولا شيس، ده تيوبيولا شيس فعلا تيوبيولا حوالين مين ومين؟ حوالين مين؟ اورطا ها اللي هو الارتري. وشيس تاني، شيس واحد محوط الفينات، الشيس اللي محوط الفينات ده معاه بقول عليه ايه؟ بقول عليه جي، هو شبك يعني ها تي او جي، جي شيب ها معايا شيس محوط الفينات، الفينات اللي هم مين؟ سوبيرو فينا كافا وانفيرو فينا كافا وايه؟ والفور بالمونالين. بس انا عايز اعرف الرسمه معايا الاثنين، الفيسترال اللي هو الفيسترال بريكارديوم بيحوط البلاد فيزل بالمنظر اللي انا رسمته لك ده تمام؟ يبقى انا عرفت ها الفيسترال بريكارديوم دي اسمه ايه بريكارديوم وبيعمل ايه؟ تحويطه. تحويطه دي يعني عشان افهم، عشان افهم حاجه كمان شويه، عشان افهم ايه حاجه اسمها ساينس بتاعت البريكارديوم موجوده هنا. انما دي تحويطه دي محدش هيسالني فيها، محدش هيسالني ليه شيس، هم اثنين شيس حوط البلاد فيزل بالمنظر ده تمام؟ طيب خلصنا كده الايه؟ السيروس بريكارديوم عرفنا ايه؟ عرفنا ايه السيروس بريكارديوم معاه وطبقاته ايه؟ طبعا هو البريكارديوم ايه؟ البلاد فيزل خلاص احنا عارفين الهارت والبلاد فيزل مين؟ مين اللي هو البريكارديوم بقى؟ اسنك اورطا بالمنظر مش محتاج حاجه، سوبيرو فينا كافا اللي هو البارت بتاعه، وانفيرو فينا كافا ابر بارت والفور بالمنظر ايه؟ فين ايه اللي هو البريكارديوم؟ دي ما فيهاش حاجه. طيب في حاجه اسمها بقى بريكارديوم كافي، في حاجه يا ولاد اسمها ايه؟ لسه ما قلتش بريكارديال ايه كافيتي. ها بريكارديال كافيتي اللي هو ايه بقى؟ قال لي ما بين البرايتال والفيسترال ديت في النص هنا كافيتي، الكافيتي ده اسمه ايه يا جماعه؟ الكافيتي ده اسمه ايه؟ بريكارديال ها كافيتي. بريكارديال ايه كافيتي؟ بريكارديال كافيتي ده بيحتوي على ايه؟ على طبعا هو بوتنشال، عارف يعني ايه بوتنشال فيس؟ بوتنشال يعني نفس الكلام بتاع البلور، بوتنشال سبيس ها ما بين البرايتال والفيسرال في كميه بسيطه سين فيلم اوف فلويد. عشان ايه الفلويد ده؟ فاسيليتيت ها الموفمنت بتاعت الهارت، الهارت ها محطوط جوه معايا كيس كده عشان يسهل الحركه بتاعت الكيس اهو، كيس اهو الهارت ده محطوط جوه كيس كده اهو، بس الكيس ده اتقلب كده، اتقلب اتقلب ناكل قلب كده الكيس عشان يسهل ايه؟ ها؟ عرف ايه؟ قلبناه كده. ده اللي بره ده برايتال بتاع تسيرس ها؟ واللي جوه ده اهو ها؟ لازقة على بعض. ها؟ معايا وفي ريفليكشن ما بين البرايتال والبيسال في النص بقى اهو، في النص ما بينهم كده في حاجة اسمها ايه؟ بريكارديال كافيتي. ما بين الاثنين في حاجه اسمها ايه؟ بريكارد. والريفليكشن بيحصل فين؟ عند الهوم اه عند البيج فيزل تمام؟ قال لي طيب في حتت بقى، في حته او في حتتين كده المسافه ما بين البرايتال والفيسرا المسافه كبيره. نفس الكلام زي البلورال ريسيسس، ده حاجه اسمها بلورال ريسيسس.
هو الفايبروس بريكارديا
في عندي هو سي سبيكر اللي هو عبارة عن بسرة ها بسرة لير وبرايت لير. بص المنظر ده. بص معايا ها ده اهو ها بسرة وده ايه؟ ها برايت. قال لي في حتة اهو اهي المكان ده. ده اسمه اوبليك سايتس. يعني ايه اوبليك؟ قال لي حتة كبيرة شوية في البيكار دي كده. ها ما بين الفيسترال وما بين البرايت الحته دي اسمها ايه؟ اوبليك سايت. مكانها فين الاوبليك ساينس؟ مكانها بص سايد فيو كده قدام وكده ورا. ها الاحمر ده ايه؟ الاحمر ده ايه؟ فايبرس. معايا اللي جوه الاخضر ده ايه؟ سيروس. احنا بصينا دلوقتي سايد فيو معايا ورا ورا ده كده ورا ورا ليفت ايه؟ ايه المكان ده اسمه ايه؟ اوبليك ساينس. ورا مين؟ ها ورا ليفت ايه؟ تمام؟ اهو. طب الاوبليك ساينس ده حته كبيره شويه حته كبيره شويه في البريكارديال كده. طيب قدامه ايه؟ يقول لي قدامه ايه؟ قدامه ليفت ايه؟ طب وراه ايه؟ وراه ايه؟ فايبرس او رايتال بيفصلوا عن مين؟ السندنج اورتا والاسوفيجاس لو عايز اقول اهو ها السندنج اورتا وايه؟ والاسوفيجاس. طب فوق ايه؟ فوق ها فوق اقول له فوق ها ريفليكشن من الفيسترال ها بقت برايتال. ها ركز معايا ريفليكشن من ايه؟ ها من الفيسترال بقت ايه؟ برايت. طب تحت ايه؟ تحت قال لي تحت مش فوق؟ نعم فوق بس بعيد انا عايز فوق على طول لازق فوق على طول. ها الريفليكشن ده هو اخر هنا معايا. طب تحته ايه؟ تحته ها تحته قال لي تحته البريكارديال كابت. الحته دي بس هي اسمها اوليكس تحته ايه؟ البريكارديال كابت. ها يبقى قدامه ايه؟ قدامه ايه؟ ليفت ايه؟ ها ليفت ايه؟ اتريا. وراه مين؟ قلت لي وراه مين؟ ها سمع معايا رسم هتذاكر كده سمعت لك رسم عشان هذاكر كده وراه مين؟ ها فايبرس بريكارديا ها معايا ها وعليه برايتال بيفصلوا عن لو قلت بيفصلوا ممكن اقول بيفصلوا عن الديسيندنج اورتا والاوسوفيكس معايا ديسيندنج اورتا وايه؟ واوسوفيكس فوق ايه؟ ريفليكشن من الفيسرال بقت ايه؟ برايتال. طب تحته ايه؟ ها تحته بريكارديال ايكال. طب على يمينه وعلى شماله؟ ها هو ورا الاثنين ده اهو على هو ده هو الخط ده على يمينه ايه؟ وعلى شماله ايه؟ على يمينه ورايت المدربين وانتيرو هنا جاي وعلى شماله ها دور الاهتمام المدربين. انا هذاكر على الرسومات دي كده قدام ها وراه فوقه ها تحته على يمينه ها على شماله والترانسفير ساينس اهو ده الترانسفيرس وده الاوبليك ساينس. ده ترانسفيرس وده ايه؟ الاوبليك. ده الكلام اللي مكتوب في الكتاب وهذاكر على رسومات كده معايا ها معايا ترانسفيرس ساينس موجود فين؟ قال لي اهو ورا ليفت انت في الحته دي ورا وعلى يمين وديله في مكان مكتوب بالمدربين على شماله ها توب المدربين فوق ريفليكشن اهو تحته بريكارديال كان موجود هنا. هو عامل زي ايه؟ عامل زي المسند اللي قست عليه مش انت قاعد كده ساعات بيحطوا لك مسند ورا ظهرك ها ساعات بيحطوا لك مسند ورا ظهرك ها هيكونوا كده عايزين ايه؟ يفخموه كده وانت قاعد في قعده حلوه يقول لك خد المسند ده حطه ورا ظهرك. الهارت ده مفخمينه الهارت ده حاجه مهمه فرح ايه؟ ربنا خلق له مسند وراه. المسند ده اسمه ايه؟ اوبليك سايلنس. اوبليك سايلنس ده مسند وراه مسند حته كده الهارت وقاعد اكتر حاجه ورا في الهارت مين؟ ليفت اتريوم. ربنا خلق ورا ليفت اتريوم ايه؟ حاجه اسمها اوبليك سايلنس. اوبليك ايه؟ ساينس. تمام؟ عشان كده هيجي يقول لك ايه؟ سؤال بقى يقول لك لو واحد عنده كانسر في الاسوفيكس واحد عنده كانسر في كارسينوما في الاسوفيكس ها والكانسر ده ضغط على الهارت اول حاجه هيضغط عليها ايه في الهارت؟ واحد عنده كانسر في الاسوفيكس والكانسر ده ضغط على حاجه في الهارت اول حاجه هيضغط عليها في الهارت ايه؟ ها انت فاهم معايا؟ من ورا اول حاجه هتقابلني في الهارت ورا مين؟ اول حاجه هتقابلني من ورا مين يا جماعه هو الليفت ايه تمام يبقى ده اوبليك ساينس وده ترانسفيرس. طيب الساينس هنا دي فايدتها ايه؟ عرفت ده ترانسفيرس اوبليك من الاسبيتين دول كده ايه فايده الساينس؟ ساينس دي من اهم هو ده الريكارد اهم حاجه فيه ساينس دي حاجه مهمه جدا على فكره السؤال دايما بيجي فيه كده ايه فايده الساينس؟ ربنا خلقها ليه؟ يعني لما حد يقول لك ايه فايده البلورال ريسيس عشان تستنشن طب ايه فايده الساينس عشان تستنشن؟ الاستنشن ايه بقى اسمع؟ ها معاك الاستنشن بتاع مين؟ قال لي الترانسفيرس هيسمع الاستنشن بتاع الموجودين دول السندنج او الكوبر دونالد بيحصل لهم استنشن في السكوت تم المعلومه ها طيب امال الاوبليك ساينس بيسمع الاستنشن بتاع مين؟ بتاع الليفت ايه؟ ها الاوبليك ساينس بيسمع الاستنشن بتاع مين؟
ايه فايده الساينس؟ ها بتسمح بتمدد الهرم. ها تمدد اي حته بقى حسب. ها ترانسفيرس ورا مين؟ ها ورا الاسين الاورطه بالمره. مايكرو كيك ورا مين؟ ها مايكرو كيك ورا مين؟ ورا ليفت يبقى اسمح بتمدد مين؟ تمام؟ طيب تيجي بعد كده يقول ايه بقى؟ بلاد سبلاي ونيرف سبلاي بتاع البريكارد. ها؟ بلاد سبلاي ونيرف سبلاي بتاع البريكارد. خليك معايا. البريكارد لما هياخد ها؟ بلاد سبلاي من ايه؟ قال لي الفايبرس زي البرايت. انا رحت راسم رسمه كده عندك اهو. قال لي البريكارد اهو صح ولا حاجه كمان؟ قال لي البريكارد ده البرايت اللي هو هنا البرايت وبعد الفيسكال. يعني الفيسكال اهو. قال لي ايه يا ولاد؟ قال لي البلاد سبلاي البلاد سبلاي بتاعت الفايبرس والبرايتال دول زي بعض، الحتتين دول زي بعض. والحته اللي جوه دي لوحدها. الحتتين دول زي بعض والحته اللي جوه دي ايه؟ لوحدها، ها؟ زي الهارت يعني. قال لي طيب ها هياخدوا بلاد سبلاي منين؟ ها؟ قال لي حوالين الهارت، الهارت يفكرني كده. دي اللي حوالين الهارت قدام انا عايز ارتري قدام البريكارد. ماشي قدام مين؟ ماشي اهو. ايوه ايوه بالكارديو ايه؟ كلينيك مصر قدام هنا سوري اسف انترناسيونال جنب هو الكارديو قدام هنا مين؟ انترناسيونال ومين دي مصر اوكي؟ انترنال ايه؟ سوراسيك ومين دي مين يا ولاد؟ مصر اوكي تمام هياخد من ايه؟ من الانترنال سوراسيك والمصر اوكي تمام؟ طب من ورا الارض في ارض اسمه ايه؟ ها مين؟ سوراسيك اورطا هيدي بلاد سبلاي بريكارد طب من على الجنبين مين الارض اللي على الجنبين هو ده البريكارد يعني البريكارد لما بتفتكر كده بياخد ارتيريا سبلاي من اللي قدام واللي على الجنبين واللي ورا مين اللي قدام وفكر مين اللي قدام الفايبرس الفايبرس بريكارد هو بره ها مين اللي قدامه انترناسوراس وماسكولو فين افتكر انا بفتكر اهو معايا انا مين اللي قدامه اسمه انترناسوراس هو ده بريكارديا برانش بتاع انترناسوراس ها انترنال ايه؟ صوره بريكارديا برانش طب على الجنبين يا ولاد ها انترنال سوراسي ماشي هنا انترنال سوراسي بص جاي من فوق خالص لا اه ماشي هنا كده انترنال سوراسي ماشي هنا ومش ماشي في الانتيريو احنا قلنا مش ماشي بس ايه؟ ماشي ايه في الوجود بيدي بريكارديا بيدي بريكارديا برانش ايوه شفاه ويدي برانش يا ولاد يمشي من فوق خالص جاي من فوق خالص على حاجه يمشي جنب البريكارديا كده اسمه ايه البرانش ده؟ بريكارديا برانش زائد مين بقى؟ ورا هاكس السيلينج سوراسيك اورطا يبقى ادي من قدام وادي من جنب وادي من ورا. من قدام ومن جنب معايا كده افتكرها ازاي؟ خلي بالك انا عايز افتكر في الامتحان. انا كل حته لازم افتكرها لها طريقه. ها الراجل صباي بتاع الريكارد من قدام ها معايا من قدام ها ومن ورا ها من ورا ها ومن جنب. انما البرايتر الراجل صباي كده تعالى افتكر معاك البرايتر من ورا. بريتا بلور ها بلاد سبلاي بتاع البريتا بلور من قدام بس ما مش من السن الاول بتاع ده هو منين؟ من انترنال سوراس ماسكولو فريم ها وانتر روستال انتر ايه؟ روستال معايا ما بتاخدش من الاول طبعا لا مش بفتكر ازاي انا بفتكرها ازاي معاك الواحد يفتكر ازاي بتفتكر ازاي في الامتحان ها وانت بتذاكر حته بلاد سبلاي بتاع الايه البريتا البريكارديوم والفايبرز ها ده بياخد انتر بريكارد من قدامه ارتري من على جنب ارتري ومن وراه ارتري ها طب البلاد سبلاي بتاع البريتا البلوره ها لا من قدام بس منين من قدام ها انتر بريكارديوم ماسكول فينج انتر معايا ها تفتكر كده اهو ها تمام طيب ده الفايبرس والبرايت طب امال الفيسرال ها الفيسرال والبرايت ها بس بياخد بلاد سبلاي من ايه؟ كورونا زي الهارت والهارت بياخد بلاد سبلاي من ايه؟ كورونا زي الهارت فاكر الفيسرا الفيسرا بلوك بتاخد بلاد سبلاي من ايه؟ فاكر؟ برونكيا الفيسرا بلوك بتاخد بلاد سبلاي من ايه؟ برونكيا زي هناك الفيسرا بلوك زي الهارت هنا الفيسرا بريكارديا ها وبريكارديا زي الهارت تمام انا عرفت البلاد سبلاي طب نيرف سبلاي نيرف سبلاي نيرف سبلاي منين؟ نيرف سبلاي منين؟
قال لي برضو اللي بره البرايتل البرايتل ديت والفايب ياخدوا نيرف سبلاي منين؟ قال لي من النيرف اللي بيلامسه. طب مين النيرف اللي بيلامسه؟ الفريم. طب هل ممكن الانتركوستال يديهم؟ قال لي لا، اصل البريكار ده ما بيلمسش الثوراسيكور عكس البلوره. يعني البلوره كان البرايتل بلوره بتاخد منين؟ افتكر كده البرايتل بلوره، ما عايز افتكر معاك والله الفرد الشاطر هو اللي بيفتكر دلوقتي. البرايتل بلوره كانت بتاخد من انتركوستال والفريم. ليه؟ اصلها ملامسه الثوراسيكور. البلوره ملامسه الكور من بره. ولمسه الثراسي كول يعني هنا السيرفس بتاعه، انما البريكارديا مش ملامس الثراسي كول، مش ملامس الرجل، فعشان كده البريكارديا ما ياخدش منين؟ من الانتركوست. ياخد منين يا ولاد؟ من الفريك بس. معاك ياخد منين؟ ها؟ من الفريك. فاهم الحته دي ولا لا؟ ها؟ ياخد من الفريك. معايا؟ من الفريك نيرف بس. ها؟ معايا كده؟ ده النيرف سبلاي بتاع الفايبرس والبرايت. امال الفيسرال بريكارديا من جوه منين؟ الفيسرال بريكارديا من جوه منين؟ زي الهارت. الهارت حاول اجيبه دبل سبلاي منين؟ حاجه اسمها ايه؟ هارت ريفلكس. تمام؟ من الحته بتاعت البلاد سبلاي دبل سبلاي دي مهمه، لازم هيستفاد، لازم هيستفاد، لازم هيستفاد. وفي البلوره برضه لو سمحت والله الحته دي في حتت مهمه، الامتحان بيجي في حاجات معروفه، الحاجات دي ايه؟ لازم هيسالها من دبل سبلاي وبلاد سبلاي، لازم هيسالها. تمام؟ في كلينيكال انا بقى في البريكارديا هقراه معاك كده بسرعه. لو واحد قال لك ايه، واحد عنده حاجه اسمها كونستريكتيف بريكارديتس. بريكارديتس التهاب في البريكارديا زي البلوروسي، زي البلوروسي كده. كونستريكتيف بريكارديتس بيعمل ايه؟ ممكن يعمل حاجه اسمها بريكارديا ديفيوجن. بريكارديا ديفيوجن يعني ايه؟ يعني زياده الفلويد في البريكارديا كافيتي. زياده الفلويد في البريكارديا ايه؟ كافيتي اهو. طب زياده الفلويد في البريكارديا كافيتي ايه مشكلته؟ قال لي يعوق. ها تلاقي القلب بالدم يعوق انت يا ستول يعوق. ها معاه يعمل ايه؟ انكريز انفينيت اوكسا ها هارت باي بلاد، يعني الدم ما بيخش الهارت بكميه كبيره. ها معاه طيب يعمل حاجات بقى مش مهم، يعمل ديكزيت انفورجن ويعمل ليفر انلارج مش مهم الحته دي. ها بس ها كونستريكتيف مش مهم الحته، في حته مكتوبه عندك تحتها دي مش مهم، ده كلينيكال طبعا ليها فلوس. هو هيحصل الكلام ده ازاي؟ ده كلام في الكلينيكال. يعني الفينات هترجع الدم لفوق، يحصل ديكليك من جوه. فيروفيناكاب هيرجع الدم لتحت، القلب يحصل لارج ليفر. معايا؟ ها البلس هيبقى ويك، الضغط هيبقى ضعيف. هو الدم مش راضي يبكي، الهارت مش راضي يبكي. معايا مش مشكله الكلام ده؟ ها معايا كده؟ ها المهم كونستريكت بريكارديتس بتعوق ايه؟ امتلاء. ها معايا؟ الهارت باي بلاد. طب انت كدكتور هتعالج العيان ازاي؟ دخل ابره، دخل ابره فين يا ولاد؟ جنب الاسترنا عند من السبيس 5 و6، ازاي 5 و6؟ او يعني قريب من 5 قريب من 6. ماشي؟ الحته دي اشمعنى الحته دي؟ عشان الكاردياك نوش. وانت دلوقتي بتدخل، طبعا السؤال هيجي بتدخل ابره بتخترق ايه من بره لجوه؟ او هتكون حافظ مش فاهم، هشوفك في الامتحان حافظ ولا فاهم؟ حافظ ولا فاهم؟ اخترق الاسكيت الفاشل. سنة كوستا من برين. ها؟ سنة كوستا مفيش هنا كوستا، هنا مفيش هنا الموز. سنة كوستا هنا هنا كوستا هنا مفيش هنا الموز. معايا؟ ها؟ بتخترق ايه من بره جوه خلي بالك، تمام؟ ده ايه؟ خلصتها في البريك اخش على دي. في عندي حاجة اسمها براكيو سيفاني جديد. ها؟ يلا براكيو سيفاني جديد. 10 بس براكيو سيفاني جديد. 12 على بقية الجيل. ها؟ براكيو سيفاني جديد. براكيو سيفاني جديد ده جاي منين؟ قال لي منين؟ متكونين منين وفين؟ مهم قوي فين وفين دي؟ اقول له اه. براكيو سيفاني ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، جاي من الاتحاد دي جاي من الرقبه، مع دي تاني جاي من تحت الكلاب. اه الاثنين دين بيقابلوا بعض هنا ورا الاسترز وكلافيكولار شوب. ادي مين جاي من الرقبه ومين تحت الكلاب بيقابلوا بعض، ها يمين وشمال. واحد جاي من الرقبه، ها واحد جاي من عند الابر ليمب الرسمه دي كده، بيقابلوا بعض هنا. الفين اللي جاي من الرقبه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه انترنال، انترنال جاجولار جاجولار. يوم يعمل
لي ايه؟ ركز معايا قوي، يعملوا لي ايه؟ براكتس الفاني، ده براكتس الفاني كبير اهو ناحيه اليمين، ادي براكتس الفاني كبير ناحيه اليمين كده اهو، نازل هنا كده اهو ناحيه اليمين، وادي براكتس الفاني كبير ناحيه الشمال. والبراكتس الفاني دول بيخلصوا فين ويعملوا ايه؟ فين بقى؟ فين؟ خلي بالك يعملوا ايه؟ بيعملوا السوبيرو بينا كده، بس يخلصوا فين؟ بص على الناس بقى على الصوره كده قول لي بيخلصوا فين؟ ها؟ عند اللور بوردر بتاعت الرايت فيرست كوست كارد، عند اللور بوردر بتاعت اهو ادي الاثنين براكتس الفاني فين يتاخدوا مع بعض يعملوا لي مين؟ سوبيرو بينا ها؟ براكتس الفاني فين يتاخدوا فين؟ ومن ايه؟ الرسم، انا بدات ارسم رسم بقول ايه؟ تو اتحاد ايه؟ تبنى تشابتر فين؟ مع صبر اللي تاخدوا مع بعض فين يا اولاد؟ بص على الرسم على الصبر ها؟ ورا الستيرد وكلافين كولر شو يعملوا براكتس الفاني فين؟ في براكتس الفاني فين رايت؟ وفي براكتس الفاني فين ليفت؟ معايا ها؟ رايت وليفت ها؟ معايا الرايت والليفت بيتاخدوا مع بعض براكتس الفاني بيتاخدوا اهو بتاخد الهواء فين؟ عند اللور بوردر بتاع الرايت فيرست كوستر كارتريج عشان يعملوا لي البيت ده اسمه ايه البيت ده؟ سوبيرو بينات ده. بيخش في الرايت ايه؟ اتريم ها؟ بيفتح عند ثلاثه كوستر كارت تمام؟ طيب عرفت كده؟ ما بلاش الرسمه دي هنكملها المره الجايه هنكمل تحت نقول الحته اللي تحت. لون البراكتس الفيرست براكتس الفيرست مين في يمين وشمال؟ ايه الفرق ما بينهم؟ قال اليمين بيبقى فيرتيكال قصير الشمال بيبقى طويل وطويل ليه اليمين فيرتيكال هو بنفس على نفس المتر يعني هو نازل كده في اليمين نازل وطوله قد ايه؟ 2.5 سم ها الفرق ما بين اليمين والشمال 2.5 سم يمين فيرتيكال فيرتيكال وشورت امال الشمال ده طويل ولونج طوله قد ايه؟ 6 سم ماشي فين؟ ها الليفت براكتس فاليو مين ورا المانوبيا بيستنى ورا المانوبيا بيعدي قدام بلاشات الاشهر ها تاني البراكتس ايه الفرق ما بين الرايت والليفت براكتس فاليو مين؟ معايا ريت الدنيا بس لما نبرا بس ها بقارن ما بينهم ها رايت براكتس فاني مين ها وليفت براكتس رايت براكتس فاني مين ريت مين رايت لورا رايت لون وير في اسمه ايه قلت لي ده في اسمه ايه رايت فريد ها رايت فريد ها معايا ماشي كده رايت فريد ماشي كده يا ولاد اهو ها معايا رايت لورا رايت لون امال ليفت براكتس فاني مين لا ده ماشي ورا ها ورا المانوبيا مسترنار الابر هاف بتاعتي ماشي ورا مين يا كريم؟ المانوبرام اهي المانوبرام ايه؟ استرنار ها ليه دعوه بالليفت عمرك سمعت الليفت براكتس فاليك مين بيعلم على الليفت بلورا والليفت لونج؟ ابدا امال الرايت اه بيعلم هو الرايت فريم معايا اخدنا الامبريشن تمام؟ طيب معايا كده وده قصير وده طويل وده فيرتيكال وده ايه؟ اوبتيكال وده ريليتد ايه؟ ايه التريبيوتالز بتاعتهم؟ ايه التريبيوتالز؟ ها ادي ها الليفت ده الرايت براكتس فاليك مين وادي الليفت براكتس الفاني يا ترى ايه الرواتب بتاعتهم؟ يصب فيهم ايه؟ طبعا البنين اللي عاملهم انترنال جاجولار ها وصاب كده فيها ادي واحد اثنين اثنين انترنال جاجولار ها معايا هنا وصاب كده فيها قال لي يصب فيهم بنين جايين من الرقبه هنسمع عليهم في سنتين واحد جاي من السيرويد واحد جاي من الفيبرا واحد بنين جايين من الرقبه معايا كده بنين جايين من الرقبه تيجي تحفظ تعالى نحفظ الحته دي يصب فيهم اتنين فين من الرقبه من النيك جايين من رقبه الانسان واحد جاي من السيرويد كلام من رقبته واحد جاي من الفرتبرا من رقبته يا ترى اسمهم ايه؟ واحد اسمه انفيريور سيرويد فين؟ واحد اسمه فرتبرا فين؟ انفيريور سيرويد فين؟ وفرتبرا فين؟ طيب اليمين والشمال زي بعض بيصب فيهم ايه كمان؟ قال لي بيصب فيهم جلاد خدناها في الصوره بس يا عم قال لي فاكر البوستيرو انتركوستا دي رقم واحد؟ قلت له اه فيرس بوستيرو انتركوستا فين سواء يمين او شمال؟ قال لي طب فاكر فين تاني اسمه انترنال ثوراسيك فين؟ اه في فين اسمه انترنال ثوراسيك فين فاكر ولا لا؟ انترنال ثوراسيك ها انترنال ثوراسيك فين ده حد فاكره يا جماعه؟ جاي من اتحاد الفينا كوميتا فاكر حاجه اسمها الفينا كوميتا؟ عملوا انترنال ايه ثوراسيك بقى رقم واحد فيرس بوستيرو يمين وشمال اهو ايوه
معايا؟ قال لي طيب بقى في فاريشن او في اختلاف ما بين اليمين والشمال في التليفون. قال لي ايه الاختلاف؟ اقول له الشمال بيصب فيه حاجه زياده. ها يا عم مين؟ اقول له في مين كده اسمه ليه؟ ها ليه؟ ها سوبيريور انتر كوستال مين اللي جاي الاتحاد مين معايا؟ ثلاثه برافو عليك. ها ليه هنا ما في لا رايت سوبيريور انتر كوستال مين كان بيصب فيه؟ برافو عليك. هنا لف. طب في حاجه كمان قال لي خد بالك في ضغط موجود ان هو الدوليه في ضغط هتصب هنا اهو في الشمال لسه هنتكلم على في ضغط بتصب هنا في الشمال هات في ضغط زيها في اليمين بس لها اسم تاني مين الضغط اللي بتصب في براكوس فالف مين معايا عند الجنكشن بتوع في الشمال قال لي دي اسمها ثوراسيك ضغط ودي ضغط مهمه جدا هنقولها بالصوره ثوراسيك ايه ضغط طب مين الضغط اللي زيها في اليمين يا ولاد مين 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 اسمها ايه؟ اسمها رايت اند ليمفاتيك ضغط. يبقى في عندي اثنين ضغط واحده اسمها ايه؟ واحده اسمها ثوراسيك ضغط واحده اسمها رايت ليمفاتيك ضغط. ثوراسيك في الشمال ورايت ليمفاتيك ضغط في ايه الفرق ما بين اليمين والشمال او الشمال بيصب فيه زياده؟ في اسمه ايه؟ ليفت سوبير كوستا فين وبيصب فيه حاجه كمان اسمها ثوراسيك اللي زيها في اليمين رايت ليمفاتيك ضغط. معايا كده؟ تقولوا ازاي وفين؟ اليمين ماشي ازاي؟ الشمال ماشي ازاي؟ ها معايا؟ بيصب فيهم ايه؟ الاثنين اما اجي اذاكر يا جماعه اقسمها لما تيجي تذاكر الطالب الشاطر بيقسم هو بيذاكر ما يحفظهمش خطوطين هينسى الاثنين جايين من الرقبه الاثنين جايين من الرقبه مش جايين من الرقبه يا عم لازم فيرتيبرال ها بعد كده من السوركس مين ما انا حافظهم انا ذاكرتهم بتوع السوركس دول والسين والترفوسر بين يمين وشمال ها وانترنال ثوراسيك اللي جاي من اتحاد البينا ايه؟ كوبيتال تمام؟ ها نايس ايه بقى؟ نقول ايه؟ في فين في الشمال اسمه ليفت سوبيريور انترفوسر فين؟ في الشمال في ثوراسيك ضغط زي ما قلنا يا اولاد ايه؟ رايت